أهلا بكم من جديد. فالنتينا هي كل حياته، فهو من يحب أن يلعب البلاي ستيشن معها. لاعب النصر فيكتور فيغاروا اعتذر عن إيقافته السابقة ووعد بتحسين مستواه. فهد الشهري كان في ضيافته. بداية فيكتور، عامك الثاني الجديد أن أسرتك تواجدت معك هنا في الرياض، كيف تقضي حياتك العائلية هنا؟ عامي الثاني كان سعيدا بالنسبة لي. الأمر الذي تغير هو حضور عائلتي برفقتي إلى الرياض، فالجو الأسري لا يعادله أي أمر آخر. ارتحت خارج الملعب كثيرا، واستفدت في تعلم مهارات وثقافات ولغات مختلفة أنا وزوجتي وابنتي. عندما أستيقظ صباحا أذهب رفقة عائلتي إلى المسبح إذا كانت الأجواء مناسبة. أعشق لعبة البلاي ستيشن، خصوصا مع ابنتي فالنتينا، هي كل حياتي. أيامي هنا متشابهة، فالروتين يسيطر عليها، لكننا نحاول أن نغير من روتيننا، وذلك بزيارة بعض الأصدقاء في الرياض. بالإجمال حياتي هادئة هنا. لا يوجد فرق كبير بين السعودية والأرجنتين، خصوصا بعد حضور عائلتي للرياض وتأقلمهم على الحياة هنا. ذهبت إلى المنتزهات في المدينة وخارجها وعجبت كثيرا بالجمال العربية، وقد اقتنيت تمثالا يجسد أشكالها وسأصطحبهم معي للأرجنتين للذكرى. ذهبت مع عائلتي الأسبوع الماضي لأحد المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية السعودية اللذيذة، لكني لم أتمكن من تناول الطعام السعودي لأنه دسم للغاية. ما أريد قوله هو أن وجود زوجتي وابنتي وشقيق زوجتي جعلني أشعر وكأني في الأرجنتين، وأتمنى الاستمرار لموسم آخر. في الصيف الماضي كثر الحديث حول بقائك أو ذهابك، جدد الثقة بك المدرب زينكا، كيف عشت تلك المرحلة؟ كانت مرحلة مليئة بالشائعات، وقد تأثرت منها كثيرا في الموسم الماضي. هذه الأمور تؤثر علينا كثيرا كلاعبين محترفين، لأن هذه هي مهنتنا. وقفت معي الإدارة النصراوية بشكل جيد حين تجاوزت تلك المرحلة الصعبة، خصوصا وأنني كنت قد قدمت مستوى كبيرا في الموسم الماضي. من الأشياء التي أثرت في أيضا هو حديثهم أني تلقيت عرضا من زميلي السابق المصري حسام غالي، لكن هذا الأمر غير صحيح، ولم أتلقى أي عرض من هذا القبيل. هناك بعض الأحاديث حول مستحقات مالية متأخرة لفيكتور فيغاروا، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحا البتة. نادي النصر وفى بكل التزاماته مع فيغاروا. البعض أطلق تلك الشائعات لأنهم لاحظوا انخفاض مستواي هذا الموسم، وهذا أمر أعترف به لأنني لم أقدم كل إمكانياتي، وأعد بأن أعمل على تحسين أدائي. من جهة أخرى لا أهتم كثيرا بالأمور المادية. أنا قدمت إلى السعودية لصنع اسم خاص بي والمساهمة في فوز النصر، وهذا هو السبب في انفعالي داخل الملعب أحيانا. أنا لاعب أحمل جزءا من شخصيتي داخل الملعب، وهو حب الانتصار. حينما أخرج عن النص وألتحم مع اللاعب الخصم، فهو من فرط الحماس وشدة الحرص على النقاط الثلاث للمباراة لمصلحة فريقي. أنا لا أتعمد ذلك ولا أسعى لإيذاء اللاعب الخصم، فالمتضرر هو أنا وفريقي حين غيابي. حتى أسرتي تلاحظ تعكر مزاجي حين ينخفض مستواي. أعتذر عما حصل سابقا وأحترم كل الإيقافات السابقة. أنا لاعب محترف وعلي احترام كل القوانين والقرارات. فيغاروا، هل يسرب لديكم من النادي، من الإداريين، من الجماهير، أن نادي النصر محارب من اللجان، من التحكيم، وهل تشعر أنت بذلك؟ لا أعتقد أن النصر نادي محارب. صحيح أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ترتكب ضدنا وفيها شك كبير في مباريات كثيرة. نادي النصر لديه جماهير عريضة، ولا أظن أنه يحارب أو يتعمد الحكام الخطأ ضده. وأرى الحل هو عدم الالتفات لمثل هذا الكلام، لأن ارتكاب أي خطأ سيستغل ضدنا مستقبلا. أصلت المدربين زينكا ودراغان، كيف ترى الفرق بينهما وماذا عن مستقبلك مع النصر؟ لا يمكن أن أقارن بين المدربين. مع زينكا لعبنا مباريات جيدة، لكننا تعادلنا كثيرا. لا أخفيك أن الأمور تسير بسلاسة أكثر مع دراغان،
ولا يزال لدينا العديد من المباريات هذا الموسم، وأنا كلاعب محترف يجب علي التأقلم مع أي مدرب. بالنسبة لي أعترف كما ذكرت لك سابقا بأن مستواي انخفض، لكني أعمل ليل نهار على عودة مستواي، وأنا واثق بأن الجمهور النصراوي سيرى تغييرا كبيرا في المستوى في المرحلة المقبلة، وهذا وعد اقتطعته على نفسي وأسعى لتنفيذه. استقراري في النصر وحب جمهوره لي لا يقدر بثمن. أنا أحببت النصر وأركز في تقديم ما يخدم فريقي فقط. كرة القدم لا قانون لها، وفي حال مغادرة النصر وتلقي عرض من فريق آخر داخل المملكة فلن أتردد في القبول إذا كان العرض مناسبا لي، لأنني عشت الحياة هنا وأسرتي أحبت السعودية كثيرا. في زاوية لاعب